الثوار بسلمية الزحف المسلح بالصدور العالية. فلكل ثورة زحف ولكل زحف تضحية، ومن رأى غير ذلك فقد جهل سنة القدر وتجاهل تاريخ البشر. من اعتقد ذلك يقول له رب العزة خالق البشر ومسير القدر: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ والحسم له طريقان وله طرفان في التنفيذ. أما الطريق الأول للحسم، الحسم السلمي الزاحف وهو خيار الثوار. وأما الطريق الثاني للحسم فهو الحسم العسكري الغاشم الأحمق، وهذا لا يختاره إلا الطغاة. أما الأول فهو خيارنا، خيار الثوار، وقد رأيناه في تونس ورأيناه في ثورة مصر. زحفوا بصدورهم العارية نحو حصول المستبد ليدوسوا عليها بأقدامهم الحافية. زحفوا لم يقفوا، ففر الأول وتنحى الثاني رغم أنفه. هذا الخيار الأول. أما الخيار الثاني وهو الحسم العسكري، خيار الطغاة حين تشعبونهم وتظهر حماقتهم يريدون حسما عسكريا بالذهاب